ازاي بتقولي ان هي يا جماعه بتقولي ان هي عندها 177 والناس قالوا ان هي عندها 200 سنه، ازاي بتضحك عليا؟ عندك تردوية؟ طب ليه بتكدبي؟ بتصغري نفسك ليه؟ انا كده عايزه ازاي؟ انا عايزه ازاي من سنك يا ماما؟ بس خلاص ماشي شكرا قوي. يعني كمان بتقولي عندك 177 انا مش عايزه اسمعك، مش عايزه اسمعك، انا متضايقه. تعالى هنا يلا سافا. ايوه مش افضل صورة برواز اللي يوم خش تاني وانا مستعان والله انا مستعان يا رب يا رب سعدي يا رب سعدي وما عليا حتى الرياضة جراح ويعيش موضوع ندمان والتاني عايش مرتاح وسنين انا ماشي عليه يا جرح تعبت دليل انا بعمل كل ده ليه وياصر الوهم في الحزن والصوت مسكون هخرج للناس من بعد سنين عشت مزنون وانا مستعان والله انا مستعان اهلا وسهلا مشاهدي ومتابعي بوابه مصر 2030. يعني زي ما حضراتكم متابعين معانا احنا الان داخل دار زهره مصر. بنرحب بيك يا استاذ صبري. انا اللي مبسوطه قوي ان حضرتك معانا النهارده وربنا يعزك يا رب. احنا بنحاول نطلعهم من الاجواء الحزن اللي حصلت الفتره اللي فاتت ونساعدهم لان هم برده كبار سن ما لهمش دعوه باللي فات، هم برده شافوا مأساة كبيره في حياتهم ومحتاجين يفرحوا ومحتاجين يتبسطوا ومحتاجين دعم معنوي كبير جدا عشان ما يتاثروش وهم كمان يتعبوا او نفسيتهم تتعب. ده اللي حصل فعلا اللي جاي الفتره اللي فاتت بسبب الحزن اللي كنا فيه الا تعبت. شايف حضرتك النهارده جايبه لهم جيتار ويعني بتحاولي ترفعي من روحهم المعنويه. ربنا يقدرنا ونفرحهم دايما يا رب. احنا النهارده كمان عندنا زياره جايه لنا من السعوديه، ناس جايه من الطياره حالا، فريق كوره جايين عشان يفرحوا دار سيدات القصر زهره مصر. تعالوا بقى نروح نسلم عليهم. يلا بينا يلا بينا. كل المعلومات لا هنا الناحية دي مش هم. يلا تعالى. مشاهدي ومتابعي بوابة مصر 2030، يعني زي ما اتفقتوا معانا احنا الآن داخل دار زهرة مصر. يعني هي بتقول لنا في ضيوف جايين لنا من السعودية، فريق كورة. هنعرف برضك التفاصيل دلوقتي. قلت عندك السلام عليكم.
ايوه انا ايوه انا زهرت معاكي على النت. ازيك عامله ايه؟ ازيك عامله ايه؟ ازيك عامله ايه؟ الله يعزكم. انتوا جايين من السعوديه دلوقتي حالا؟ لا لا انا جايه من امس. من امس؟ طب ومين اللي جاي من الطياره دلوقتي؟ مين؟ محمد. خلاص انا افتكرت ان انتوا جايين من الطياره دلوقتي حالا. هو كان المفترض يعني عادي اليوم بس حصل. ده انتوا نورتونا. تعالوا اتفضلوا اتفضلوا تعالوا اتفضلوا. بس انا بنت من البنات. الله نورتونا وشرفتونا. احنا فاتحين لايف على الفيسبوك. طبعا بشكركم جدا. الناس الجميله جم يشرفونا من السعوديه. وليه بقى انتوا تابعانا من امتى؟ انا تابعانا من امتى؟ لا انا بشوف فيديوهاتك بتجيلي وبتابعها وبتاثر جدا بيها. ربنا يسعدكم. الناس اللي انت ايه رايكم في اللي احنا بنعمله؟ رائع والله. ايوه انا نفسي اعمل حاجه زي كده. ربنا يسعدك. انا عندي مكان في المنصوره فيلا برضو كده نفسي اعملها كده. ربنا يكرمك يا رب. كده بتابع. ربنا يسعدك. نفسي اتواصل معاكي. الله يكرمكم ويجازيكم كل خير ان شاء الله. اول ما دخلنا الشارع قلت لها لا تكون الست اللي انا بتابعها. ايوه هو المكان. ايوه هو ده. الذاكره رجعت بقى. ايوه هو دار زهره مصر اللي عامل مشاكل. كلميني يا استاذ سمر يعني قولي لي حضرتك ضيوفك النهارده جايين لك منين و بناء عن ايه او شافوا هما إيه؟ بيتابعونا على السوشيال ميديا وشافوا النشاط بتاعنا وكلمونا وقالوا ان هما هيجوا من السعوديه عشان يزورونا. انا افتكرت ان هما هيجوا من الطياره على هنا بس طلعوا جايين من امبارح. طبعا بنرحب بيكم على بوابه مصر 2030 منورين القاهره والله. الاستاذه لمياء ربنا يحفظها يعني زوجة رئيس نادي التقدم بالسعوديه. اهلا وسهلا بنرحب بحضرتك. هم جايين من نادي التقدم. حضرتك شايفه يعني متابعه فيديوهات استاذ سمر ولا ايه الموضوع؟ بالضبط. احنا كنا نبحث عن مبادره خارج السعوديه فكانت من ضمن الخيارات اللي احنا اتيحت لنا وما شاء الله عليهم من اول اتصال تواصلوا معانا وعلى طول الحمد لله. الحمد لله. الجهد اللي تسوونه جهد جبار والله ما شاء الله. الله لا يحرمكم الاجر ما شاء الله. طبعا احنا معانا زوجة مدير مدير رئيس النادي. رئيس نادي ايه؟ كورة. نادي التقدم. نادي التقدم السعودي. على الميل جواب ان هم عايزين يجوا يزوروا الدار واحنا ردينا عليهم. هم بصراحه جم يعني عشان يفرحوا سيدات القصر. الله يسعدك. هم قاعدين في انتظاركم. الله يسعدك. كان في واحده طالعه مشاهدي ومتابعي بوابه مصر 2030 يعني زي ما حضراتكم متابعين معانا دلوقتي احنا في دار زهره مصر للكبار بلا مأوى. طبعا هنا الاستاذ سمر نديم يعني جاي لها ضيوف من السعوديه. طبعا معانا زوجة مدير نادي الاتفاق السيده فانا لازم اخدهم برده اخليهم يعيشوا الاجواء دي. اتبسطوا برده. ربنا يسعدكم يا رب. عليكم السلام. تعالوا اتفضلوا. واضح طبعا ان هم طيب ما شاء الله ربنا يحميهم. ما تصورش لو سمحت. خليك تصورنا احنا بس يعني كمان. يعني خليك نورتونا. ازي حضرتك؟ تعالى بيكي عامله ايه؟ تعالوا طب اتفضلوا انتوا. طيب تعالوا هم يجوا ورانا. مشاهدينا انتظرونا في بث مباشر اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم وليد جمال.